والخبز مقلي وما عرفتش شنو واش نتي حطوا في المواعيد ديالكم. انا ما بقيتش عارف. المهم انا اللي كنت عارف هي اطول مائده حسبتها في مدينه برشيد كانت فيها 36 اكل. اطول مائده 36 اكل. انا بقيت هذا نشوف خايف يعني عليه كل شيء رومي. ها ما نعرفش كل شيء رومي ما فيها حتى شي حاجه بديه المغرب يعني كل شيء رومي يعني بعض الرومي ديال الرومي كل شيء رومي كل شيء رومي اللوز رومي كل شيء رومي كاين يلاه الزنجلان ديال بني ملا صافي ولكن في السلوك صافي ماشي الاخر كلشي حيدوا المقليات الله يرحم لكم العلي بن رمضان حيدوا المقليات سحبوا المقليات والحلويات من رمضان وعيدوا ادعيوا لنا عيدوا بسلام صحة وادعيوا لنا الله يرضى عليكم حيدوا المقليات والحلويات حيدوا الحلوى الشباكية من رمضان راه مصيبة عظمى انت صايم باش تدي لاجر وباش تستافد والله سبحانه وتعالى يثيبك في الاخرة وفي الدنيا صح وانت كتفسد الصيام ديالك بالسموم كتاكل السم والله سبحانه وتعالى استأمنك على نفسك الصحة ديالك أمانة عندك وانت كتضربها يعني بحالها كتعشقها بالبلاد بحالها كتضربها بالموسى ديك الصحة ديالك اللي عطاك الله سبحانه وتعالى حين حزملوا هذه المسائل من المائدة سلوا راه غادا تخرج الطريقة بعد غدا هذا الماكروبيوتيك عدد خاص برمضان راه غادا تخرج الطريقة ديال سلوا اللي كانت فاتت صايبات وتلوح وتعود واحد اخر غادي تخرج الطريقه ديال الفطور غادي تخرج داير غادي تخرج الطريقه ديال السلو وكل مرات مولاها شنو يدير كل مرات ديري للمولاه شنو يدير فهمتي ولا اللي عنده القلب سلو باش كيتعاود اللي عنده السكري شنو يدير فيه اللي عنده السرطان شنو يدير فيه المغيره اللي عنده الدوره الشهريه مخلقه شنو يدير فيه باش يدير غادي يخرج مازال ما خرجش يلاه في المطبعه غادي يخرج بعد غدا واحد المجموعه سميتها ماكروبيوتيك راه غادي تخرج لان الاكشاك اللي كنزلوها هي ما دياليش انا غير هذيك السيده مولاتها كنعرف بانها باغا تاهي عليه تاهي الحمد لله الحمد لله كاين خير في الامه تاهي ولات باغا تعرف بهذا الناس كلمه ماكروبيوتيك ثقيله كلمه ماكروبيوتيك ثقيله ما يدوش على الناس ولكن بشويه ان شاء الله راه غادي يكون فيها واحد المقال انا صح الصيام اللي دارت معايا انا واحد اللقاء وغادي يكون فيها الحريره علاش ركزنا على الحريره سلو باش نعاود نوريكم الحريره كي كانت الحريرة يا اخواني لما كانتش مخبرة البلدية ما سميتهاش حريرة سميتها كارثة هي اصلا سمات الحريرة جاية من ديك اللي كيجر اللي كيشد الحريرة حامضة خميرة الحريرة هي الخميرة الحامضة هي سميتها حريرة ما ديك اللي كتشربوش حريرة واش نتوما غادي كتقول لك غادي نحرر بمعنى هذاك الطحين غتزيد عليه مطيشة هو الحريرة غتزيد عليه مطيشة وحمص هذاك الشيء غادي تحرر هذيك العجينة اللي مخمرة بالخميرة البلدية هي اللي تفيد الجسم لأن الخميرة البلدية كتحرر الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز إذا تحرر هاد الثلاثة هذا الجسم كينشف وهذه القضية وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس راه البأس ماشي غير في السيارات وفي الدبابات وفي القطار وفي الطائرة ياكل فيه بأس شديد لأن بدون حديد عندكم أنيميا ما توقفوش بدون حديد ما توقفش خاص يكون عندك الحديد في الدم عاد توقف بأس شديد حتى في جسم الانسان فيه بأس يعني من اللي كتكون عندك الحديد التركيز ديالو مرتفع واللي زي ما صاير عندك مرتفعين تكون الجسم على يعني على قوته يعني على الجهد ديالو اقصى ما يمكن فعلى الاقل تستافدوا من هذا المسح حنا كنا غادي نديروا اللقاء مفتوح ولكن كيفما كان الحال جرني الحديد كعادتي دائما جرني الحديد ولكن قلت عليه ان شاء الله استفدنا غير من ثلاثه المواضيع وما هذا حاولوا ما امكن تسحبوا السموم من رمضان حاولوا ما امكن السموم ما يكونوش رمضان تنهار خبز ديال الشعير ديال القمح علاش لا واخا حتى القمح راه مستورد يكون زيت بلدي يكون بيض بلدي يكون دجاج بلدي يكون خضر جيده ما مرشوشه تقللوا من المطيشه تقللوا من المطيشه سلو ما يكونش فيه اللوز الرومي تكثروا فيه الزنجلان تزيدوا فيه زرعه الكتان وتزيدوا فيه الحلبة حتى هي خصها تكون في السلو الحليله ما تكونش فيها طبعا البيض الرومي والدجاج الرومي وذوك القشاوج ديال الدجاج الرومي هادشي راه كارثه كارثه العيالات اللي عندهم مشكل ديال الثدي اللي عندهم فيبرو في الرحم اللي عندهم ليكيست الناس اللي عندهم سرطانات المسائل الناس ديال البروستات المسائل هادشي راه الحريره الا كان فيها بزار وقشاوش ديال الدجاج وما تغسل لا ما نطول انتبهوا الله يرضى عليكم انتبهوا استافدوا من رمضان غير يكون الاكل ديالكم طبيعي تستافدوا 100% 100% يعني النساء الا تبعوا هاد النصائح الدوره الشهريه ديالهم ما تقادتش عيطوا عليا في التليفون يبصقوا عليا في التليفون ولا يصيفطوا عليا اس ام اس تقاد الدوره الشهريه كيف لان الضغط الهرموني علاش لان كيكونوا ياخذوا حبه حلاوه ولا في السلو حبه حلاوه ولا في السلو يعني لا الزبد السموم مع صايمات لا يمكن ما تقلش لا يمكن هذا حساب علمي ماشي تاع الشيخ في الرقيع هذا حساب علمي خرايا يعني علم
علاش؟ لان الحبة الحلوى النافع فيه من الاستروجينات، الاستروجينات هما اللي كيقادوا المسائل عند النساء. هذاك الشيء علاش خاصهم يزيدوا القرنفل، القرنفل زريعة الكتان باش يكون نافع حتى للرجال. هو نافع للرجال لان فيه اللوزو فيه، ولكن باش يكون نافع اكثر خاص تزاد زريعة الكتان والقرنفل في السلوك. علاش؟ باش يقابلوا حبة الحلوى النافع. حبة الحلوى النافع خاص يتزاد يعني 5 كيلو ديال السلوك، خاص يكون فيها نص كيلو ديال النافع وتكون فيها 350 غرام ديال حبة الحلوى. هذا يجي حار شوية ولكن قليل لباس هذا، وتزيدوا فيها 250 غرام 300 غرام ديال زريعة الكتان، وتزيدوا معها 50 غرام حتى 70 غرام ديال القرنفل المطحون. لا هذه قضية ديال المسموم وقال لي اليوم هذاك ماشي علم، هذاك فيه الأقوال ديال الناس. لا أقوال الناس النافع وحبة حلاوة مسمومين ماشي مسمومين، ممنوعين على الحامل والمرضع. الحامل والمرضع حبة حلاوة والنفع ممنوعين على ما فيه من الاستروجينات. علينا هذا قانون العلم معروف هذه. لازم بالنسبة للرجال حبة حلاوة والنفع ما كيضروش الرجال وخف من الاستروجين، ولكن باش يستافدوا أكثر ما الغذاء راه غادي يشبعوا راه غادي ياكلوا اللوز، ولكن باش يستافد الجسم ديال الراجل هو خاص لازم زريعة الكتان والقرنفل يكونوا تمايا. والقرنفل مفيد حتى سحب السكري، يعني إذا تزاد قرنفل الحلبة في السلوك يعني حتى سحب السكري ممكن يستافدوا من هذه الوجبة. على الاقل يعني على ما قلت يعني كنتوا صايمين وحيدتوا السموم واخذتوا منتوجات طبيعيه، يعني جميع يعني اسباب العلاج، جميع اسباب العلاج واسباب الصحه طبعا مجموعه في هذا ما يمكنش، يعني ما يمكنش مثلا ان شاء الله ما نتصحوش ولا شي حاجه يكون خير ان شاء الله. فعليا ما غاديش نقدر نجاوب على كل الاسئله، يعني ما غاديش نقدر يعني نستسمح، ولو انني اولادي خليتهم وحدهم بدون ام خصني نرجع. فان شاء الله اذا كان شي اسئله ولا شي حاجه تكون اما عبر الهاتف ولا شي حاجه من هاتف راه الاخوان عندهم، ولا ناخذ بعض الاسئله عامه ماشي كنحس بالصخفه ولا شي حاجه، اسئله عامه الله يرضى عليكم اللي اشتابت عليكم واللي كذبوا عليكم هنا في الدار البيضاء شي حاجه اشتابت، جوج ولا ثلاثه الاسئله ناخذهم ويعني وغادي نتعفيوني الله يرضى عليكم واستسمحكم والله لعذر المعذره، يعني التمسوا لي العذر. فوالله دائما اقول وانا اقسم غير حانت والله والله سبحانه وتعالى يشهد، فأنني أتكلم بقلبي ولو أنني غضبت لبعض الحركات هنا في مدينة الدار البيضاء وقعت في غضب أنا كان غضب لله سبحانه وتعالى، ولكن كيفما كان الحال فأنا أتكلم بقلبي ويعني أنا أحب هذا البلد هكذا، الله سبحانه وتعالى ألهمني حب هذا البلد وأحب هذا المغاربة مني عني والله أحبكم. وإذا كانت الأمم تتفاخر بعلمائها فأنا ما بغيتش نخدم من البحر غير، أنا بغيت نخدم معكم أنتم واللي بغي يوقع فهمتون. أنا الغاية ديالي هي خدمة الوطن، هي خدمة هذا الإنسان، هي خدمة الله سبحانه وتعالى أولا، والعمل ديالي كعبادة، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ألقاه بدون إرث، بغيت نخلي حتى شي حاجة لولادي، أتمنى من الله هذه هي أمنية ديالي أن ألقاه بدون إرث، بدون ما نخلي حتى 4 ريال، لأتبع قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ملي توفى حتى بعض الفقهاء انزلقوا مع هذوك المجوسيات اللي زادوا في التاريخ الإسلامي، ملك حقا جات فاطمة رضي الله عنها عند سيدنا أبو بكر الصديق قالت لي بغيت الورد ديال الفاضل لها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الأنبياء لا نورث وما تركنا فهو صدقة. أنا واش خلى بعد الرسول بعد باش يدير شنو؟ واش خلى؟ ما خلى والو، خلى قسعة ديال خلى شي قسعة، يقال أنه خلى شي قسعة ولا شي حاجة هكا، ولكن ما خلى والو. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه ترك شيء أبدا، كان عنده شي دنانير كان يغمى عليه ويزيد قاعد تقول لي ما فعلتم بالمال، واش هذا؟ شفت هاد الدنانير شنو ما فعلتم بالمال صدقوا، وملي صدقوهم قالوا لي يا رسول الله تصدقنا به مع مات صلى الله عليه وسلم. فأنا أتمنى أن لا يعني إن شاء الله إن شاء الله أتمنى أن ألقى الله سبحانه وتعالى حتى التياب ديالي غادي يبغوا يصدقوهم يلقاهم باينين ما يتصدقوش لهم، هذا هو ما أتمنى، يعني بغيت من اليوم ما نخلي والو، يعني ما نخلي حتى شي حاجة في هاد الدنيا هذا سافر هذا. وعليهم أدركت لأنني أدركت أن الدنيا كتغور الناس وهي فانية جدا فانية. شوفوا السيد ملي كيهزوه في المرفع كيرفعوه وسميته المرفع كيرفعوه فوق كتافهم وكيديوه يدفنوه في الأرض، والإرث خاصو يتقسم هذيك الليلة، عرفتوا علاش؟ لا وحشومة بلاتي باقي ما تبلنا ولا حشومة باقي كاع ما طلعين عليه، تقسم الورث هذيك الساعة يدفنوه ويرجعوا يقسموا الورث. علاش؟ عرفتوا علاش؟ الدين ما فيهش العاطفة لتكون عبرة لهذوك اللي غادي يقسموا الورد، باش تكون عبرة لهم بأن أنت هما غادي يدفنوا تقسم الورد من ورا أنت كما تقسم الورد من ورا هذاك السيد، هذاك مات صافي خرج من الدنيا ما ترك ما بقاش الملكية ديالو صافي، ولا انتقلت الملكية إلى 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 الورثة، الورثة الشرعيين هذا ولا ماشي ورثة غير شرعيين علي ما شاء الله، قانون دابا خرب كل شيء كاع الشرع تخرب، فلازم الورد يتفرق في هذاك النهار
من نفس اليوم يتفرق. هذه هي السنة باش تكون عبرة لهذوك الناس اللي غادي ياخذوا الورد. فعلي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا عن الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. شو الله سبحانه وتعالى كيدير؟ ما كاينش خمسة كاين عجوج كاين يا الذين آمنوا يا الذين كفروا ما كاينش 15. فشوف من اللي الله تكلم على الدنيا الشيطان عدو الله والشيطان الرجيم يا أيها الذين ما شاء الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. سورة غافر هذه لو وجدت تتقرأ في القرآن كنا في سورة غافر يعني الحزب ديال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى وفي ضلال مبين. الحزب هذا وغادي تلقاه هذه في سورة غافر لأن الحزب بادي من سباء وكامل في غاف كامل في ياسين والحزب اللي تابعه هو ما كنا على قومهم بعد الوجود من السماء وما كنا منزلين. الله يحفظ القرآن حفظ القرآن حفظ القرآن تنساو الدنيا ما بقي تقلق ما بقي يسمعك شي مرخي يطلع لك شي واحد تحفظ القرآن صافي تولي ما بقاش عندك تولي يعني كنت ديال الله سبحانه وتعالى ما شاء الله يعني باش يعني ما شاء الله إن الذين يتلون آيات الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة كبيرة يا صح ماشي الفيلات والحوانت نعم عشان لا ولكن بشرع الله وبحدود تجارة لن تبور ليوفي أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فما شاء الله يعني الله سبحانه وتعالى قالها الدنيا حقيرة دليلة وإحنا واخدينها هي العبادة الأصلية. الدنيا ليست عبادة الدنيا غادي تدوز منها ولكن تمك يمتحنك الله سبحانه وتعالى فهذا المرور ديالك من الدنيا ماذا فعلت لآخرتك. هذا هو اللي كاين استعملوها لله عليكم استعملوها للآخرة استعملوها لتدخلوا الجنة. واحد السيد واحد المرة قال لي أنت كدير محاضرات وأنت بوحدك وتطرح بها للبلاد باقا شوية جاهلة وأنت بوحدك بديتي كتقول للناس سمعتوا عليك كاش بغيت تقول شنو بغيت هذا نموت قال لي فلن أموت إلا بأجل فوالله يعني علي كيف ما كان بزاف عليا باش نستشهد في سبيل الله وندخل الجنة يعني الحالة الوحيدة اللي كتضمن الجنة شنو هي؟ ليس هناك عبادة تضمن الجنة إلا الجهاد في سبيل الله إلا الموت في سبيل الله. ما شاء الله قلت له واحد مقعد كان فيه 32 كيلو عنده كروسة لدرجة أنك تيجي تدريب ويحفو كتير الشيخ ياسين رحمة الله عليه قلت له بومبار دار وثلاثة لينيسيل من فوق تشتوه قلت له مات مع صلاة الفجر بعد أن صلى صلاة الفجر صائم يوم الاثنين. قلت له ماشي الناس ما كيغيروش من هذا وكما كيغيروش من هذا الناس هذا وما كيغيروش من هذا وكيغيروا من هذا الاخرين ندوز من قدام شي طوموبيل يقول لك واه على طوموبيل ندوز من قدام شي فيلا تقول واه على رحاه الا شريتها ندير بحال هذا لازم يقول حتى الفيلات اللي عندكم علينا دابا مابقاش على كاليفورنيا دابا لازم تلا الحدو الفيلات دابا غادي نتصرف الفيلات غادي نوصل برشيد لازم تقول لي انت واحد النهار الفيلا ديالهم تكون كيما جاو لأنا بغيت القرمود يكون مكان أنا بغيت الباب يكون مكان أنا بغيت التحلو كان يعني الفيلات في فرنسا نمشي ما عدوش فيلات في فرنسا ما عدوش اللي قالك عندهم فيلات في ديور فرنسا زوينين بحال بحال الأرشيتيكتير منبع ترمى والو ما تلقى حوايج منشورين في الزنقة ما تلقى السطوح مدقدقين والو ديور مقيين مزيانين هنايا عندنا حي راقي ديال الفيلات أولا كله زبل عام زبل لأن الموالي كيسدوا عليهم ديما كلشي شغل ثانيا كتلقى الفيلات كلشي بعثر ثالثا كتلقى الفيلا ما هي حرختها تاني لما يلحق حقك انا تحدات من لا لقيتو ياش من الحظ ملي كيشوف شي واحد دار بريزونطاسيون برخم ديال ما ديرش عندي حجر اخر ملي كيشوف شي واحد دار شي حجر من كوش مزيان تقول لي ما ديرش عندي حجر عندي واحد اخر كون خدام حمار في المهم عندي كوش بحال هذاك ديال جاري هذا راه مرض هذا راه عقده مرض هذا راه مرض هو اخبث مرض. الله يعيشوا ببساطه وسهلوا هذه الحياه واحتقروها لانها هي حقيره احتقروا الحياه. الا كنتو بغيتو ديروا شي كونت في البنك الله يرحم لكم الوالدين اللي باغي يفتح شي كونت مزيان افتح كونت عبد الله سبحانه وتعالى ودرس فيه تصدقوا وافعلوا الخير تصدقوا وافعلوا الخير. اما الدنيا زائله والله الا هي زائله جميعا هذاك الشيء علاش انا ادركت ان هذه الدنيا زائله ما قاعد الحمد لله والو ما ليس لي ما اضيع فهمتوا ليس لي ما اضيع خير ان شاء الله يعني حتى الاطفال اللي انا غادي نقول الله سبحانه وتعالى احسن من يوم المهم ومن خوالهم ومن عمامهم غادي نقول الله اولا شي قال لي خليتي لي من غير قال الله سبحانه وتعالى بان لي مات 69 اللي خلاني في شهاده ابتدائي ما خلى التربيه كانت بلعصه الزيتون ما كاينش التربيه قرات ما نشوف غير غادي تقرا ولكن التربيه ما كاينش هذه ما دايرهاش بالسلام ما ناقشكش هنا كنا كنضحكوا على الناس ولا كنا ما يمكن فعليه انت والله العظيم استسمحكم و
جزاكم الله خيرا ما تفقعوش عليا حياك الله سبحان الله يعني نعطي لا تفقعتوا عليا هذه نلقى الله شقي إن شاء الله ودعوا معنا كيف ما كان خيرا لكم كان تكلم قلبي بشوفوني والله يعني لازل الكلام ديالي يعني الناس اللي طبقوه خير اللي ما طبقوش 100 طبق 50 اللي ما طبقش 50 طبق 25 يقدر يقطع على 25 ل 25 يعني حتى بقيت الناس كيسولوا على الحصيرة هذيك الحصيرة ديال السمار وبقيت الناس يسولوا على الطبوقة على القفة هذيك ديال الدوم بقيت الناس كيسولوا على أشياء فرحت الحمد لله في مدينة الدار البيضاء يعني عجيب الله يعجيب هذا كيف ما كان الحال علي يعني ما غاديش نقولوا الناس رجعوا تنعسوا على الأرض لا يمكن ولكن على الأقل ما يكونش عندكم هذه المسائل هذه يعني شو مش ليكم بالكم أن لازم ديروا الصربية والدار والطموبيل لازم لا مش الضرورة إلا وصلتوا لها بطريقة حلال وجيد الله سبحانه وتعالى أنعم عليكم نعم لكن ليش ولكن لما وصلتوا فيها ما تخافوش أنفسكم ما تقتلوش أنفسكم عليه المهر إن شاء الله الأمريكيين تقول تيكي تيزي شوية عليكم كما يقولوا تيكي تيزي فعليه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا وأن يتجاوز عنا